فنمشيو نرجعوا للسي فؤاد فودي مدرب فريق شباب المحمديه للفوتسال. مرحبا بك سي فؤاد مره اخرى. السلام عليكم. كيف دايرين بخير؟ دابا مزيان دابا مزيان الحمد لله. دابا اونلاين يعني دابا اونلاين. سمعوني كنعتذر لكم، راح في واحد الموقف ولا ستاسيون الطوموبيل دابا راني في قهوه. دابا سمحوا لي جيناك مع ستاسيون مونتا حنا دابا مشى القهوه كاع خلاص صافي. دابا سمعت خلقه ديال الكيسان انت في لاطيراس قهوه دابا. انا دابا ريحت قهوه دابا معليش. تحياتي سي فؤاد. لا انا هبط كازا، انا هبط كازا، انا ما فيش مهمه كاينه في كازا شي قهوه كاترون كي ما كاين صداع. وشوف شدك الوقوف ديال الطوارئ راه هو اللي درت انا دابا. ايوا مرحبا بك، يلا توكل على الله. الله يبارك فيك. الله يحفظك. تحياتي السي فؤاد. كان الحديث على المنافسه ديال البطوله ديال الفوتسال هو متواصل، كاين دابا جوج ديال الدورات اللي تلعبوا، لان هذا الاسبوع ما لعبتوش بحكم التزام الفريق الوطني المغربي بجوج ديال المباريات. يعني تقييمكم للمستوى ديال هذا العام، ديال هذه البدايه هذه ديال الدوره الاولى، الدوره الثانيه، والشباب المحمديه من خلال داكشي اللي كتشوف، واش كاينه شي تنافسيه مع فرق اخرى، ولا ان نفس الخريطه غادي تعاود عاوتاني هذه السنه؟ كنظن الموسم هذا غيكون موسم استثنائي على باقي على بعض على الموسم اللي داز. كنشوف فريق ديال القصر الكبير المنافس اللي قوي، كشي كان لعب معنا فينال ديك النهائي ديال كاس عرش. اييه يشوفر حتى هو على لاعبين تجربه عاليه، وتما لاعبين يلعبوا في المنتخب الوطني. كذلك الفريق ديال صقر اكادير حتى هو الموسم اللي قام بانتدابات. يعني كنقول اننا هذا الموسم ان شاء الله غادي يكون يعني هاد الفرق الثلاثه، الشباب المحمديه، فريق القصر الكبير، فريق صقر اكادير، غادي تكون تنافسيه على المراتب الاولى ان شاء الله واللقب. يعني ما غيكونش الموسم سهل صراحه، يعني الموسم كنطلعوش ان الموسم غادي يكون سهل. نعم سي فؤاد، بقى معنا، كاين واحد الفصل اشهاري قصير ثم غادي نرجعوا لمواصله الحديث. سي فؤاد، هضرت على التنافس فيه ثلاثه ديال الفرق، هذه ترشيحات يعني حسب بالعين المجرده كنشوفوا هذا الموسم، يعني ثلاثه الفرق اللي غتكون كتنافس، ولكن باقي الفرق واش الفرق بينهم وبين هذه الفرق اللي ذكرتي، واش فرق في الامكانيات ولا فرق في التركيبه البشريه ديال كل فريق ولا كيفاش؟ انا جوج النقاط اللي هضرتي فيهم تقريبا هما اللي كاينين. تقريبا راه كاين فرق في الامكانيات حتى الجوده ديال اللاعبين. لا مثلا شفتي مثلا الفريق ديال الشباب المحمديه، فريق ديال فقر اكادير القصر الكبير، راه تقريبا راه هما الثلاث سنين تقريبا اللي كتكون من المنتخب الوطني، يعني على اللاعبين المحترفين. يعني الباقي الفرق يعني راه بحال كتقول عندهم الجوده ديال اللاعبين ديالهم الله في مشروع، كما كنقولوا في مشروع مستقبلا ان شاء الله، باش غادي نوصلوا لهذاك المستوى ديال البطوله كامله. تقريبا تلقى واحد سبعه حتى 10 فروق، ثمانيه الفروق اللي غتلقى واحد التنافسيه على المراتب الاولى وعلى اللقب. هذا الاحتكار اللي كاين دابا حنا دابا ديال ثلاث الفروق بحكم ان ديال بعض اللاعبين ما غاديش يبقى. تقريبا راه كتشوف معدل عندك معدل متوسط العمر ديال اللاعبين، معدل السن اللي كاين دابا حاليا في هذه الفروق اللي قلت لك تقريبا راه من سنتين ثلاث سنين ذاك العطاء وديك اللياقه البدنيه ما كتبقاش الطراوه ديالها، يعني راه المجهود البدني كيقل. يعني كيكون مشروع هذاك اللي كان داير مشروع ديال اللاعب كيجهز فيه في هذا الموسمين ثلاث مواسم، غادي يولي حتى هو عنده لاعب وعنده لاعبين اللي كينافسوا على البطوله ثاني، كينافسوا على المباريات، على بزاف ديال الحوايج كينافسوا عليهم ان شاء الله. نعم، وهاد الفرق هادي عاوتاني اللي غادي قلتي كاينه عندهم سنتين ثلاث سنوات والمردود ديال اللعابه كيقل، هاد الشيء الا ما كانتش الفرق كتخدم بطبيعه الحال. اللي باغي يوصل اللي ما كانش كيخدم راه غيتوقع انه ديما غيقراصو في المراتب الاخيره والنزول، ديما هادشي اللي غادي يوقع. الا ما كانش كيخدم وما يحتاجش هو عامين ثلاث سنين، هذاك العام عام لما كان سي لما كانش في هذاك الموسم بالضبط، انه ما خداش واحد الاستراتيجيه، ما كانش عنده واحد الهدف، ما كانش عنده واحد المشروع، وكرا الموسم حتى الموسم الاخر انه غادي في في في, في, في النزول. نعم، وانا نهضروا على البطوله الوطنيه سي فؤاد، هذا الموسم الثاني ديالك مع الشباب ياك؟ الموسم الثالث. الموسم الثالث مع شباب المحمديه. دونك هذا الموسم الثالث، ويمكن في هاد ثلاثه ديال المواسم فين بدا الحديث على المنتخب الوطني الفوتسال، بدا شويه ديال الاضواء على الفريق الوطني المغربي، بدا شي شويه الضوء كيتوجه لكم نتوما في البطوله. الا بغينا نهضروا على الظروف ديال الممارسه، انت دابا كنظن تساريتي في كاع القاعات، لعبتي في كاع القاعات في المغرب، في كاع المدن. الا جينا نشوفوا واش هاد البنيه التحتيه اللي عندنا حنايا والظروف الممارسه كتساير هاد الشيء اللي فيه مثلا، هاد الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه مع ليكيب ناسيونال؟ بصراحه انا خويا بالنسبه للظروف غير مواجهه بتاتا بتاتا.
ومن اهم حاجه بالنسبه لكره القدم داخل القاعه هي القاعه بالضبط، والارضيه ديال القاعه الباركي. راه لي صال الباركي، راه لي صال اللي كاين في المغرب، راه كاين غير هذيك ديال الرباط، ديال المركب محمد السادس. اوكي هذيك ديال المركب محمد السادس ذكرى ان راه كان المشروع تم التجهيز ديالو تما، كاينه بس تنسيق مع سي هشام مع السيد الرئيس فوزي القشع. كاينه قلت لك ديال الرباط، كاينه ديال العيون، كاين هادشي اللي كنظن لي. واش في القاعه ديال المطار اللي تلعبت فيها الكوب دافريك؟ اي ديال العيون، ديال العيون ديال الكوب دافريك، وديك القاعه اللي تلعب فيها المباراه الوديه في رمضان مع المنتخب مع الارجنتين. دونك هذاك الباركي راه عنده واحد الدور كبير 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 بزاف في الايقاع وفي التنافسيه، وحتى كذلك اهم حاجه اللي مهمه بزاف هو الاصابه ديال اللاعبين. راه ملي القاعات اللي صار لك كاين دابا راك بحال كتلعب في الدست كما كنقولوا البيطون، فهمتي؟ ولات قاصحه، ولات قاصحه، وهذا المشكل ديال القاعات اللي قاصحين دابا جو الاصابه اللاعبين كتصابوا في الغضروف مينيسكل. انا دابا دويتي مع اللاعبين، دابا دابا اللاعبين المحترفين راه ولاو كيمشيو كيتشجعوا يلعبوا في البطولات ديالهم لي شامبيون ديالهم كاينين لي باركي، وهذاك المشكل اللي كاين ديال القاعه باش كنعوضوه؟ كنحاولوا ما امكن نعوضوه باش يعني كنقول لك بحصص في الصالات الرياضيه خاصه بالفهمتي كنقولوا ميسكيلاسيون ضروري تقويه العضلات، كنرونفورسيو هذوك فهمتي هذوك لي مينيسكال يعني لي جامو باش ما نطيحوش في هذوك المشكل ديال لي بليسير. اسمح لي السي فؤاد، انا بغيت نشارك معايا فخر الدين في الحديث، كنعرفوا في الفوطه في الفوطه 11 كاين داك الفرق بين ملاعب معشوشه مزيان والملاعب اللي شويه حتى هي كتساهم في الاصابات. واش كنتي كتوقع شي نهار حتى الفرق ديال الطابي ديال الباركي في القاعه حتى هو غيكون كيساهم في الاصابات ديال اللعابه وداكشي؟ حنا يمكن ملي كانت هو دابا كيتكلم على الفوتسال حتى من ناحيه القضيه ديال الاصابات ديال الغضروف، ولا حنا بالنسبه لنا المينيسك بالنسبه للجنوب هذا فالتيران اللي داروا في الاخر ارتيفيسيال كاع دوك اللي كان كيف كنقولوا حنا كان فيها الرقم واحد وجوج ثلاثة كاع دوك الملاعب اللي كانت دارت بواحد الطريقه اللي هي شويه ما كانتش بروفيسيونيل 100% عانوا منها لاعبين ديال القسم الوطني الاول ولا ولا ولا, ولا الثاني، خصوصا يعني ملي كتبقى تكون كتدرب فيها وكتلعب فيها فكنسمو حنا داك لو دور الارض قاصحه وما كاينش الضص ما كيكونش تجاوب رجليك ملي كتحطها بحال تيكون عندك مشكل حتى ديال الظهر. حنا بالنسبه لينا حنا هنا حتى اللي عنده ظهرو لا كولون سياتيك تيقدر يعاني. كنرجعوا لهذ القضيه اللي قال لك هو الميني فوت، ميني فوت اصلا القاعات اللي كانت عندنا مونير كانت عندنا تقريبا فيها بحال الزليج اللي عقلتي الاولى ماشي الزليج واحد النوع من واش عقلتي على هذا بحال الدص كيف كنقولوا حنا عقلت على بار كانوا بحال هكا كيلعبوا فيهم الهوند وراك شتي شحال ديال الاصابات اللي كانت كتكون. ثم منين جا دخل لهذ الفوتسال القاعات تلقات شويه بداو يديروا لهم داك بحال شي غلاف شدوا بحال قلتي انت داك الارض من غير هذيك الطابي. انا كاين حوايج اخرى، انا كنت لعبت في هذيك ديال المركب محمد الخامس كانت واحد الوقيته بحال قلتي انت الحجر لتحت والفوق داروا لها واحد بحال القلع اييه وكتبان الله يستر انت ملي كتلعب فيها هي راه ما كاين مشكل الكره تمشي وكل شيء ولكن سونبيش با بان لتحت ما كيتجاوبش معك ماشي ما كاينش لي نورم لتحت قاصح قاصح حجر فاش لي نور ما فاش لي نور كلها لتحت حجر وكتجي تلفوك كدير واحد جو سي با شطابي هذيك ولا فهمتي. دابا مؤخرا كاع هادشي اللي كتهضر عليه انت واللي هضر عليه هو انا ما صعيب باش غادي يدار في المدن كامله خص داكشي يكون تدريجي. انت دابا كتعطي المثال كتعطي المعموره، المعموره خصها تعطي بها مثال منير لا كتعتبر انه هو اللي معموره غير دار فيها. ثم كاين هذاك اللي في المركب منير عبد الله اللي كنت لعبت فيه انا كيف قلت لك اللي كان ديال العود راه يمكن عرفوا هو كان في الرباط ديال العود كنا كنمشيو نلعبوا فيه كتهبط فيه بحال كتهبط هذاك كان صعيب حتى هو وبعض المرات كيزلق الا كانت عندك رجليك كيزلق بزاف فيه بزاف ديال لي زاكسيدون. دابا حاليا انا معاه الا بغينا نطوروا هاد لي بليسير حيت بالنسبه لي هو الى ريزون اشاك فوا دابا الدراري حيت كي كتلعب فيه وكتدرب فيه سوا سيرو سيرتا مونير الا ما عندكش رجليك واقفين كما قال هو وما عاونتيش بالميسكيلاسيون ما عاونتيش بزاف ديال الحوايج راه هذا غيكون مشكل كبير. ثم كاين حاجه اخرى يمكن هو نسى ما تكلمش عليها هما دوك لي موني التمزق العضلي كيكون في الموني راه صعيب حتى هو الا مشى توقف الا كان قاصح الا قصح الموني منير
وراه عارف هذه القضيه مشى تقص عليك داك الموني بالنسبه للعاب باش غترجعو الله يستر ومشى توقعت لي شي شفتو اللعاب ديال الفوتسال الا وقع لي شي تمزق في الموني ما كيرجعش دغيا ما يرجعش للضربه كيتعطل بزاف كيتعطل لانه الموني الله يستر الضربه ديالو صعيبه وهذا راجع لما كيما قال هو هو اللي داك القسوحيه ديال هذا هذيك هي كتبدا شارج بزاف انا فهاد الناحيه سي فؤاد كنا اشرنا في الحلقه الماضيه ان شباب محمديه استقبل شي مباريات ديالو في مركب محمد السادس واش الاستقبال كان في غير مباريات قليله ولا بحكم ان اللعابه المنتخب اصلا ديالكم كانوا قراب تما داكشي علاش فضلتوا تستقبلوا تما اول حاجه بعدا تحيه الرمز ديالنا سي فخر الدين راه صالح عشان بعدا غادي وبعد لا خصك تعطي الكلمة انا مش مهم هاك بعدا رسميا خصك نعرفك راك كاين تحية ليك صراحة في اي بلاصة يكون فيها السي فخر الدين صراحة راك رمزي انا صراحة في اي ميدان ماشي في كورة الله يبارك فيك الله يبارك فيك شكرا لك يا فؤاد الله يطول لك الله يطول لك شكرا لك شكرا لك خويا بزاف بالنسبة لرجع النقطة السيمونيات اللي قال بالنسبة لبعض المباريات كان استقبال ديالنا بعض المباريات في المعمورة هذاك راجع السبب واحد اللي كان عندنا كانت القاعة بالنسبة للقاعة المحمدية كانوا كيكونوا بعض التظاهرات كانوا تظاهرات وكيكون عندهم أسبقية يكونوا عندهم واحد لداش بحال واحد مرة كانت بطولة ديال الملاكمة هذا الموسم هذا كانت بطولة ديال الملاكمة وكانت تواريخ وهذيك التواريخ تيجونا في هذوك المقابلات كنضطروا أننا نلعبوا يعني كانت ثلاثة وكان يعني المركز يعني كما كنقولوا المركز ديال المعمورة سهل ويعني وصحي حتى الارضيه مزيانه حتى نزيد لك حتى شي حاجه حتى حاجه اخرى يعني حتى راه كنقول لك الناخب الوطني راه التنسيق مع جميع المدربين ديال البطوله الوطني ما بالوك فؤاد فودي اللي عنده تقريبا 7 لاعيبه و 8 لاعبين يعني راه يلعبوا اللعابه في الماكينه وهي راه مزيانه ليك انت الا مشيتي تستقبل في محمد السادس اللعابه راه مولفين تما عندهم لي روبير ديالهم تما ولكن راه كيبقى لهم الضغط الثاني اكيد شوفوا السي هشام جنو كلشي كيتلف ليا كلشي اللي مشى لي السينيال اللي مشى لي الضو بابريز مهرس هاد القضيه ديال التنسيق اخويا فؤاد بين هشام التكيك كمشرف على لو ديبارتمون فوتسال في المغرب مع المدربين ديال الانديه شنو الشكل ديال التنسيق يعني بحالاش نتوما كتنسقوا شنو نوع الحوار اللي كيكون بيناتكم يعني فاش كيكون تبادل هاد المعلومه نعطيك مثلا تقريبا اولا اللياقه البدنيه لان كنبقاو فهمتي بالنسبه لي انا رجل لاعب تقريبا كنقول 50% من اللاعبين ديال المنتخب عندي في شباب محمدي بالنسبه اول حاجه هي اللياقه البدنيه يعني غادي نروح للبرنامج عندنا معد بدني يعني واش كيكون اتفاق واش كيكون التدخل حتى في البرنامج التدريبي ديال الانديه ديال مثلا باش نمشيو بنسق واحد باش نمشيو لا ما كيكونش داك فهمتي هي كتكون الافكار كتناقش اييه وكنحاولوا مثلا نخدموا مثلا بحال دابا عندي 8 ماشي بحال واحد برنامج تدريبي واحد عنده 8 لاعب ماشي بحال واحد عنده لاعب ولا جوج وكاين اللي ما عنده حتى واحد كاع وكاين اللي ما عندهش شي واحد يعني ما غيكونش تنسيق مع جميع المدربين ولكن يكون تبادل ديال الافكار راه واخا واحد ما عندوش اللاعبين ديال المنتخب هشام تيتواصل معاهم وهذه صراحه شهاده يعني حاضر لها يعني من بعيد كيتواصل كيهضر معاه كيسول كيستفسر على شي حوايج وكيعطي الافكار هو بحكم كنقول لك انا ما عندوش شي لاعب كيتوفر لا لاعب ولا حتى على حارس مرمى بالنسبه لي انا كيكون خاصني يكون مثلا قريب شي مباريات ديال مثلا ديال عنده شي مباراه ديال ليكيب ناسيونال ولا شي حاجه ديال ليكيب ناسيونال يكون واحد التنسيق مع المعد البدني كنخدموا واش غيكون الدوزاج مثلا غيكون داكشي هابط غادي يكون ماشي علاش باش ملي كيجي هو الكونسونطراسيون اللي عنده ما غاديش يحتاج هو يخدم داكشي اللي باغي هو يخدمه لنفس سيمان ولا 10 ايام ولا 15 يوم باش يبقى داكشي يتجاوز هو داك المشكل ديال اللياقه البدنيه اللي غيكون محتاجه باش يجي في لوطرافاي ديالو مثلا تاكتيك وتكنيك ولا كان شي حاجه اللي خاصه فيزيك كيدخل فيها حتى هو سي فؤاد انت امتى حبستي الممارسه ودزتي التدريب شمن سنه انا اول تجربه ليا في التدريب هي 2015 2016 وبقيت موراها لاعب ومدرب يعني في مراكش في الطاش في قلميم يعني ديال المسيره ديالي ولكن اكبر مسيره هي اللي كانت مع الفريق ديال الام هي الفريق في الحريه ديال 16 مع الالقاب كلاعب ومدرب تحيه لسي حسن برا سي حسن برا هذا هو الاب الروحي ديالنا الاب الروحي ديالنا ذاك هو اللي هو اللي كبرنا معاه صغار ما كان حتى شي حاجه كاع داكور سي فؤاد اذا انت دابا جيتي في هذيك الموجه ديال هذوك المؤطرين او اللعابه اللي الله سالا اللي داروا لهم اللي دارت لهم لي فورماسيون مع السي هشام اول دوره تكوينيه اول دوره تكوينيه يعني فاش ممكن الا جينا نسولوك دابا على هاد اللعابه اللي كيسالي اللي يلاه كيسالي وكيدخل التدريب
شنو الاستفاده اللي كيستافد منه الفوتسال مثلا؟ انت لان بزاف اللعابه راه باقي حتى الكابيتان يوسف مزرعي راه يلاه سالى دابا راه هو داخل التدريب. واش مزيانه القضيه؟ الله كتسالي كتدخل كدير مدرب مزيانه دابا كتبقى كلها كل واحد على حساب فهمتي. بالنسبه لتجربتك انت؟ بالنسبه ليا التجربه ديالي انا جاتني مزيانه. انا بحكم كانت عندي اصابه في الركبه طبعا ما بقيتش باغي نلعب فهمتي صافي ما بقيتش يعني مابقاش عندي الكره القدم كهدف اللعب. قلت جات ديك التجربه ديال ان ندربو كانت نتعرف في الجامعه ومع السي هشام انه كل فريق في الواحد يدوز المستوى الثاني بحكم انه لاعب يدوز المستوى الثاني نيشان ما كانش غندوز المستوى الاول يعني انت كلاعب لك لعبتي كدوز المستوى الثاني نيشان. وبالنسبه لهذه التجربه ديال انك كنتي لاعب واخا تحبس صغير راه كتفيد بزاف التجربه اللي كنتي بالنسبه لك انت كمدرب. وهذيك التجربه اللي دوزتي انك مازال صغير كتخليك تواكب اي حاجه جديده وكتبقى كما كنقولوا في ميزاجور ديال هادشي اللي كاين دابا. يعني انت كلاعب هذاك الشيء كتنقلوا اللاعبين واي حاجه كتكون جديده كتواصل بحكم السن بحكم السن ثاني يكون قريب للدراري كتكون واحد المفاهمه واحد التواصل واحد اللغه ديال التواصل كتكون موحده كيف ما كنقول. فهذا شيء جميل. حنا الغرض بعدا هو الحديث على هذا الشيء هو توسيع الرقعة الممارسة وتوسع الرقعة الممارسين وحتى المؤطرين. دابا نقدروا نقولوا عندنا مدربين كثار كاين العدد كاين الكثرة بزاف الحمد لله. هذا الشيء مزيان بزاف. وكما قلت لك راه كان لعب بوحدو على السي هشام لان الناخب الوطني كان لعب عليه بوحدو مباشره فاش دار هذيك الدوره التكوينيه. كما كتلاحظ حنا رجعنا للنقطه ديال ان هذاك الشيء اللي كنا دوزنا في الدوره التكوينيه اللي كنخدموا ما بقاش كيما قلت لك يجي غيبغي يخدم داك الشيء اللي خص يكون الفرقه ديالو خص تكون خدام على اللعاب. اللعاب خصهم يكونوا خدامين. يعني كان ملي كدوز الدوره التكوينيه كتخدم انت ياك داك الشيء اللي عندك كتوصلوا ليهم ملي كيمشي كيلقى هو اللعاب جاوز ديك المرحله اللي باغي يخدم معاه ويلا باغي يجي يخدم معاه ممكن تعقل حاجه ثانيه اخرى ثاني. من بعد كندوزو ثاني دوره تكوينيه كيبقى ذاك الريسيكلاج ثاني بحال اخر دوره تكوينيه دوزنا دابا ديال هونيفو كان حضر فيها ذاك ديزاين سيليكتور فيفا سي خافير لوزانو راك عرفتي راه عرفتو اسباني كره القدم داخل الصالات راه كوب دي موند مع الاسبان وكوب دوروب راه دوز وقالوا مع الطغوا. كان شحال المغربي كان فيها؟ كان تقريبا على واش ما قلتش بالضبط واش 24 على العموم تبارك الله لا 18 وقال 18 بين 18 20 تبارك الله كانوا من القسم الاول. انا اسمح لي السي فؤاد انا بغيت السؤال الاخير وكنشكرك على هاد على هاد الزاويه اللي فتحنا معكم وغنبقاو تبقى دائما مفتوحه كل يوم ثلاثاء على الفوتسال. يعني انا بغيت نسولك دابا واش الفوتسال المغربي غادي في الطريق الصحيح ولا لا بكل صراحه؟ وشنو هي المشاكل اللي نتوما كتقولوا راه مازال جايه لقدام خصنا كاينه اطراف اخرى خصها تغلب عليها؟ اول حاجه كنقول لك حنا فوتسال غادي مزيان ولكن بشرط زيد هذه المهمه اللي بغيت نقول لك اللي بغيت نسمع الاول اللي خاصو يكون هذا هو اول حاجه. حنا كنا تناقشنا واحد المره خاصو يكون ما كرناش يكون واحد التنسيق بين الجامعه والجماعات على ارضيات يكون قاعات ما كنقولوش حنا المغرب كامل غنديروا فيه بعض المدن مثلا بعض المدن اللي تقريبا فيهم هذوك الفرق بالضبط هذوك الفرق اللي باينه هي تقريبا خص يكونوا مثلا فين راه كنظن دابا غادي يبداو بالمحمديه القصر الكبير اكادير المحمديه خدامه فيها راه خدامه فيها ان شاء الله قريب ان شاء الله يكملوا ديك الحلم ديال الباشي ان شاء الله اييه. يعني المدن الكبار تقريبا هذوك اللي ما فيهم فرق اللي ديما في القسم الاول وكيعطيونا اللاعبين هذوك من الاولويات كنقول. الحاجه الثانيه الشرط الثاني يمكنش نوصلوا للعالميه والنجوميه ديال الفرق المنتخب ديالنا والبطوله ديالنا الا ما كانش مشروع. المشروع شنو هو؟ المشروع هو الفئات المتدرجه. ما غنبقاش انا غنتسنى تيبان لي لعاب كيبان لي عنده 23 24 عام غنجي غنضلق في هذاك الشيء اللي خصو نلقنوا ليه هو عنده مثلا 16 عام ولا 17 عام. دابا كاينه بطوله ديال الايدي 19 13 سنه اللي داتها اجاكس مراكش العام اللي فات كانت اول تجربه مزيان الحمد لله. حنا غادي دابا في الطريق الصحيح وهذا العام ديال الايدي 19 راه يولي اي 20 غادي يوليو اي 20 دونك يعني راه ديجا حنا غادي في واحد التوجه وما كرهناش. دابا كاينين المنتخبات خصك تعرف واحد الحاجه اخرى راه كاين التربصات ديال المنتخبات الاي 15 والاي 17 واخا ما كايناش البطوله ديالهم ولكن منين كيجي اللعاب منين كيجيبوا اللعابه منين كيجيبوا عندهم دابا كاين العصاب كيديروا هاد الفرق عندهم بدون بطوله كيديروا كل اللي عنده هذا كيديروا في الفرقه ديال 19 عام دابا 17 كيديروا اللي عنده مثلا عصبه كيلعب في كرونفوس كيبقى مره يجيب شي دري كيبان ليه انه عنده هذوك شنو نقول لك هذوك
لي تكنيك مثلا ديال الفوتسال لي تكنيك دو باز لي تكنيك دو باز ديال سيتو في الاورينتاسيون ديال الفوتسال تجيبو واخا كيبان لكم مثلا عنده 15 عام يقدر يدير مع 19 عام كيبقى يطيب شويه بشويه يعني حنا راه ديجا غادي في واحد البرو ان شاء الله ولكن راه الجامعه بوحدها ما كافيهاش باش نفهمش باش موصلش راه حنا هنا كاوتور نعم كرؤساء كفهمتي كمتدخلين كلهم كلشي كلشي خصو كلشي اي واحد عنده يؤدي الدور ديالو او اكثر. تحية لك سي فؤاد فودي مدرب فريق شباب المحمدية للفوتسال، كنتمناو لكم التوفيق لانت ولا كل الاطر المشرفة على الاندية الوطنية، لان الغرض بهذا الشيء كامل هو ان ذاك المنتخب الوطني المغربي اللي مفرح المغاربة يبقى دائما في هذا لو نيفو اللي حنا اختارينا نتحطوا فيه. هذا الشيء اللي كاين دابا ملي كتشوف هذاك المستوى راه مسؤولية كبيرة. وانت كتفرج باش كتحس انت في هذا الماتش تفرج والفخر اخويا والحمد لله واخا المنتخب راه بان لك انه خسر الماتش الثاني ولكن راه المستوى اللي لعب به المنتخب راه ما ساهلش انك تضطر المنتخب ديال البرازيل التجأ للتحكيم في المقابله الاولى والمقابله الثانيه كيلتجأ للتحكيم هذا باش حاجه اخرى شنو هي انه في المقابله الثانيه راه مخلوا المنتخب يسافر لمدينه اخرى يلعبوا فيها الماتش الثاني يعني راه هادشي كيدخل في العامي ديال الدنيا هو يخليو المغاربه يعني في العياء وفي فقدان التركيز ولكن ما تيقوش من القوه ديال الفريق ديالنا حتى المنتخب ديال البرازيل منتخب قوي ونتمنوا هذه القوه ان شاء الله تستمر وتبقى دائما مفرحانه. تحيه لك سي فؤاد فودي. سي فخر الدين تحيه لك الله يبارك فيك الله يحفظك الله يعاونك. شكرا تحياتي سي فؤاد. شكرا تحياتي.